في الليل. كل مولودية. لا والله. لا كبير. قول له قول له. السلام عليكم. دوك نحكيو على لي جاردين تاع بكري. لي جاردين تاع بكري حنايا سي اون بريباراسيون تاع كيعود عندنا ان ديربي صح اون سي بريبار يعني بيان كوم يلفو لا بريباراسيون تاع لي ديربي باسكو عندنا لي سوبورتير تاعنا ماهوش كيما دوك يضغطوا علينا والله حنايا عندنا حنا المورال تاعنا كلش مبريباريو كلشي في المورال ولي زونترينمون تاعنا هي لا بريباراسيون تاعنا تاع لو ديربي. ومن بعد من ثم تلقى البلاد ديجا زاهيه يعني كلشي بس ما عندناش حنا هذا التشويش هذا ولا هذاك ما عندناش حنا هذا تاع لي سوبورتير يتقاضوا في بعض العام ولا حنا من بكري كنا خوا واش هو سي لو تيران كي بار كي نعودوا في التيران نلعبوا كل واحد يسمو لو مايو نتاعو حنايا المايو نتاعنا نوار اي بلون هما بلو روج من اللي كانت الدنيا والدين هما سي كوم سا بصح بور يعني باش نديرو حنا دايما نتغلبوا عليهم يعني موش دايما نتغلبوا عليهم مي نغلبوهم باش نغلبوهم نلعبو لهم حنا الفوتبول حنا نلعبو البالو وهما على واش ما يغلبو وهما يسون اتليتيك هما يسون بلوز اتليتيك علينا حنايا كانوا قويين شويه فيزيكمون بصح حنايا نلعبوا البالو فيزيكمون نلعبوا البالو الور هما كيعودوا يضربوا فينا حنايا نتبعوا البالو ونلعبوا كلشي ثم اللي نتغلبوا عليهم كانت دعوه حلاوه كي نكملوا لا بارتي اون فوا لاربيتر يزفر لا فان كل واحد يعني تسمى سي كملنا وشي هما لي سوبورتير تاعهم يخرجوا لي سوبورتير تاعهم يخرجوا نورمال يعني ما كانش فيها يعني هذيك التقابيض ولا هذاك الشحنه هذيك اللي في بعضنا والله هذيك ومن بعد حنايا نزيد نقول لكم يعني باش نثبت لكم اون ايتي تري سبورتيف التربيه الاخلاق سواء في البالو سواء برا والله يعني غير ولاد الفاميلا اللي يلعبوا فوتبول هذاك الوقت تسمى لا ديفات صعيبه ها تسمى ما يبان وبصح بري حنا لي جوار والله تقول كلمة صراو بيتنا تلاقاو حنا ولات البلاد هنا تلاقاو في ليزالي تلاقاو في القهاوي تلاقاو في وبكري كانوا لي كافي كانوا القاوين تلاقاو في قهوة ليزالين تلاقاو في السينما تلاقاو في ليزاني 70 تلاقاو حنا هما صحاب في بعضنا ما فيهاش هذيك ومن بعد تلاقاو سير تيران كل واحد المايو نتاعو واحد هما يضربوا على المايو نتاعهم حنا نضربوا على المايو نتاعنا ذكرى خاصة من الدربي ذكرى خاصة نتاع الدربي مقابلة لعبت حنا الدربية انا لعبت 3 دربي تروا والله ليه لعبت تروا ديربي برك انا لعبت تروا ديربي ومن بعد رحت ومن بعد تسمى ولينا الكاب ديربي ايه شنو الفرق ما بين ديربي تاع بكري وتعاضك واش راك تشوف ما بين ثانوي حنا بكري الديربي لا ديفيرونس تاع الديربي كان ولات البلاد يا بعد هما اللي يلعبوا ضد بعضهم ما عندناش لي جوار ايترونجي تاع تسمى لي جوار ايترونجي تسمى خارج الولايه ما عندناش حنا عندنا وكل ولات باتنا ما كانش فيها هما لو سول اللي كان في وسطهم كان محمد بوطمين وكان ملاوي هذو اللي كانوا خارج باتنا في الكعبه وي طونديك حنايا كل ولات باتنا ما كانش فيها واحد كل ولات بلاد واحد من ستون واحد من لاسيتي واحد من المهم تاع لي كارتي كل نتاع باتنا انا واش نقول الحاجه الاولى سي الفير بلاي لو فير بلاي هو الاول سوا سور تيران ولا في لي تريبين لازم يكونوا خوا
باسكو الكاب تربح والله لو اماس بيبي يربحوا سي 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 باتنا سي با زون اوتر فيل يعني اللي جات يعني والله سي سي واش نقول انايا لو ميور كان. السلام عليكم، نشكرك على هذه الالتفاتة لقدماء لاعبي مولودية باتنا. وبالنسبة للدربيات بكري سيتي بليزون، سيتي بليزون، سيتي بلوس حرارة، سيتي بلوس فوتبول بوكو بلوس تكنيك بارابور ادوتر ماتش. لي ماتش تاع الدربيات سيتي تري تري شو سخونين بزاف من ناحيه اللاعبين ولا من ناحيه الجمهور. كانوا الناس كل سنه في الديربي هذاك عام وطول لالي والروتو سيتي دي ماتش ان بي بارتيكولي. راك تعرف حنا كنا بكري سيدي جو كنا نعرفوا بعضنا سيدي زامي سيدي فوازان كما انا كنت في ليزالي كدا نجوا تاع الكاب نعرفوا من بينهم مخلوفي من بينهم حداد كانوا جيراني نعرفوا بعضنا مليح اون ايتي دي زامي مي سي لو تيران كل واحد يل ديفا لي كولور دو كلوب فوالا سيتي تري بارتيكولي لي ديربي تاع باتنا في بكري سيتي كيلكو شوز دو فريمون يعني انتريسون دو فوار دي ماتش كيما هادو سي لو بلون سي تو لي بلون. كيفاش كانت اللعبه في الارضية تصفوح؟ باه ارضية ملعب تصفوح ياك تعرفها سيتي ان تابي بكرية من بعد تدهورت من بعد مي قبل احنا ولفنا بالتراب بكري دونك سيتي با ان بروبليم. بالعكس كان ميم كي تصب النو ما يبقاش الماء في التيران دونك ميم تصب النو ساتوندي كو التيران يكون مليح اي سولا نو بيرمي داتر بلي بيرفورمون. مي من بعد لعبنا دي ماتش هنا في المركب الرياضي تاع 3 نوفمبر كي تكون التيرا مليحه سي توجور بو افوار سي بليز انتريسون دو دو جوي في دي تيران بوكو بلو ميور. شيخ عايش وشي ذكريات لو مون دربي؟ الدربي ربحكم خطره ربحتكم وحدي سيتي اماتش ربحنا 1-0 في 87 88. كان معنا ابراهيم ربي يرحمه هو وزكري كومونترينور. كنا 0-0 يوم بعد ديماريت ا دروات دخلت 18 متر كيزيت راسي ما لقيت حتى واحد ما شفتش شد الغاشي وفرات ما لقيتش لي من سونتري. هي قلت نتسنى نضربها اون فورس وين جات كي ضربتها اون فورس ضربت في عبا مخلوفي ضربت في رجليه ودخلت ربحنا 1-0 هذه ذكرى يعني تبقى في فوالا. ايوا بكري ما كانش كما نقولوا ما بين اللاعبين هكا عداوه ولا لا 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 جامي جامي مالغري كانوا مقابلات حارين وقويين بصح اون جوي لو فوتبول با كما يقول لك رجل في رجل البالو في البالو مي اون فوا الماتش يخلص سي با نوليو نهضروا مع بعضنا نورمال عادي جدا. تاع مولودية باتنا ولا شباب باتنا راح كل واحد يشجع الفريق نتاعو واش هو ماذا بيا برك تكون الروح الرياضيه بين الفريقين بين اللاعبين وبين الجمهور تكون لازم ينعتوا لنا يمدوا صوره تليق بمدينه باتنا. الشيخ عايش كلمة أخيرة والله نتمنى المقابلة هذه تكون المستوى المطلوب كسوسوا ليكيب تاع مولودية باتنا ولا شباباتنا تكون في المستوى الجمهور يكون في المستوى وإن شاء الله غير الخير للكرة كرة القدم الباتنية فوالا. شكرا جزيلا. أول سؤال من وقتاش بديت من برا في فريق مولودية؟ بديت في 84 كي كان المرحوم بودماغ بديت في مولودية باتنا. شحال كان في عمرك هذاك الوقت؟ كنت صغير خلاص كنت جان نتبع الفريق جابوا دماغ وانا كنت مراقب طبي جا قال لي ابو علي واش نديوك مولودية قلت داكور خدمت معاهم الى يومنا هذا ان شاء الله. حكينا عمي ابو علي كيفاش كان الدربي في سنوات 80؟ كان الدربي كان بكري الدربي قوي كان صعيب كان ما كانش مالغري لي مويا ناقصين بصح كان مقابله دم الركبه شوف مع زيزو هذاك ومع كان دم الركبه كي تخلص المقابله يروحوا يسلموا على ارواحهم وما كان والو. ما شاء الله
في ملعب مرقب السفوحي تعطراب كنت عشت انا في المده هذيك في ملعب السفوحي عشت المده هذاك كان شافي كنت صغير شافي كان بعد نهايه اللقاء كانوا يكملوا الجو يروحوا عند الدوش في الدوش فوالا تاع زروال نروحوا للدور تاع زروال ندوشوا ونتفارقوا هذا مكان فوالا ايه ونديروا الماتش ابليكاسيون مع لي جينيور نشفي عليها يدم الركبه مع لي جينيور يلعبوا بالقاطو لو غانيون لو غانيون يجيب له القاطو شحال من دربي حضرت لابي يا بليزيور دربي ما شفاش بليزيور دربي مع الكاب هنا بليزيور دربي وكان دربي تاع بكري مش كيما تاع دروك كان اغريسيف الذكرى المليحه اللي حضرت يا واش بك كذا كانوا دي دربي صعب بكري دي دربي صعب تلعب مع عزيز وتلعب مع اللي كابيس القدم هذوك دي دربي صعب صعب ياسر ياسر هذا ذكرى من الدربيات ما شفاش كربحنا هما هنا واحد المره 3 وثاني مع كوسا واحد الوقت كيعطاهم بينالتي مع كوسا صرا مشكل كبير صرا مشكل كبير مع كوسا نشفع عليها هي. والفرق ما بين الدربيات اللي فاتوا وهذا ولا تاع السنوات يضرك الوقت هذه كانوا لي مويان بكري ما كانش لي مويان بكري النار شعله راني نقول لك النار شعله لان لي كولور ما جالو كانوا لي مويان فينونسي ناقصين يضرك الله غالب اللعبه هذيك هي هذيك المهنه نتاعو هذيك هي المهنه نتاعو خدمت مع بن بولعيده في نهار كوب دالجيري حضرتها في 90 في 5 جويي ماركانا غريب في الدقيقه 87 ماركانا غريب ده عمي بعلي واش تقول الدربي بعد ايام واش تقول لهم يا خويا انا الدربي انا وشوف الدربي هذا لازم نشوف لازم ليكيب نتاعي انا الاخرى ما على باليش بهم فوتر كالم ميو كونسونتري اللي يكون كونسونتري هو يدير المقابله هذا ما كان فوتر كالم لو ميو كونسونتري هذا ما كان هو اللي يدير المقابله واش تقول انصار يسيبورتي ولازم يسيبورتي الفريق تاعهم انصار تاع باتنا موش انصار كيما تاع مولوديه باتنا كيما مولوديه قسنطينه كيما مولوديه مو كونسونتيم كيما مولوديه الجزائر انصار كبار انصار كبار تاع مولوديه باتنا نتمنى لهم يشجعوا الفريق نتاعهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نربحوا المقابله هذه ان شاء الله نربحوا المقابله عندنا لي مويان عندنا لي مويان في التسعينات فوالا كان تما كنا نوجدوا هكذا تما من قبل تما كنا نبريباريو كانت شويه كان تما كاين ليكو تما حدث فوالا كانت امبيونس كبيره بين تما لي دو غاليري وهذاك في الاطار الرياضه لعبنا في الملعب الترابي ولعبنا في العشب الطبيعي فوالا كيفاش كانت الاجواء؟ حماس كم لاعبين كلهم بلات ايه حماسيه كنا ساعات نكونوا تسمى دي جوا في لو ميم كارتي بات لقينا اخرين دي زام اس بي بي اخرين دي كابيس لعبوا كونتر بعضهم فوالا وبعد قبل لقاء كانت ممكن مش ما نقولوا شحنه ما بيناتكم ايه بقى. ايه با كاين سي تو تافي نورمال سي دو بونغور هذاك هذه تما داخله في الاطار الرياضي كان تما هذا هو التنافس الرياضي ومن بعد ان فوا نكملوا الماتش خلاص ما كانش حاجه اخرى ان شاء الله احنا على هذا الكوتي تما ان شاء الله تكون اون ايكيب اللي تما تمثل تما نورمالمون لي دوز ايكيب راهم في ناسيونال ماشي قال هذاك ان شاء الله اون ايكيب تما تكون في الفريق تما في القسم الاول هذه مليحه تما المدينه هذاك حنا انا من جهتي كمس بي بيست هذاك تما نتمنى لمس بي بي تما تكون في الناسيونال يعني بون شونس بور الكاب هذه فوالا هذه شكون الانصار الفريقين غدوه ان شاء الله الانصار يتحلوا بالروح الرياضيه ان شاء الله وما كانش تسمى هذه سي اون بارتي دو فوتبول وخلاص هذه دونك في الاطار الرياضي توجور وخلاص شكرا بسم الله الرحمن الرحيم لي ديربي تاع الثمانينات والتسعينات كانت دار ديربي بين الاخوه بين فريق مولوديه باتنا وشباب باتنا كانت فوت في ظروف جيده وحسنه وكان مهما تكون النتيجه
تكون النتيجة يكون تفوت نورمال، سواء فاز شباب باتنا ولا مولودية باتنا، تفوت في روح رياضية عالية. وجامي جامي صرا مشكل ما بين مولودية باتنا وشباب باتنا في لي ديربي، هذه تفوت ديما مقابلة أخوية وفي روح رياضية عالية. تغيرت الأحوال بكري في الثمانينات والتسعينات، تلقى مثلا شباب باتنا ومولودية باتنا تكون كل اللاعبين من باتنا، اسمها تكون هذيك الشحنة وتكون هذيك يضرك اللي دار بشوية النكهة نتاعهم راحت. اللاعبين موش أولاد الفريق سواء شباب باتنا ولا مولودية باتنا، ما عندها النكهة هذيك نتاع الأنصار شباب باتنا مولودية باتنا، وخاصة كما سنارهم في المقدمة كل واحد يحتاج باش يربح المقابلة ويكون في الصدارة. احنا نتمناو يعني المقابلة تكون في روح رياضية عالية، والأنصار يكونوا في المستوى يديروا عرس كروي ويبقى للتاريخ العرس الكروي هذا، وإن شاء الله اللي يكون في نهاره ويكون رزين ويكون مركز ويكون في أحسن أحواله هو اللي راح يفوز من المقابلة. لخطر المقابل اللي يتكهن في مقابلة الديربي راه ما يعرفش كرة القدم. الديربي ما فيهش تكهنات، فيهش كل يكون جاهز سواء يكون مركز ويكون في أحسن أحواله في هذاك النهار هو اللي، على خاطرش الديربي تلعب على جزئيات اللي يكون في نهاره ويكون مركز هو اللي يفوز بالمقابلة. فرق مدام يعني نتائج إيجابية ديجان رامي يديروا في نتائج إيجابية وإن شاء الله، وخير دليل على الفوز اللي ربحوا الخروب 3-0 ربحوا في سور الغزلان 2-0، ويسمى الفريق اللي يربح على الاكستير 2-0 ماهوش ساهل باش تربح 2-0 على الاكستير، يسمى راهو فريق في ان شاء الله. نطلبوا السلطات تساعدهم، السلطات والانصار يوقفوا معاهم، فريق راهو في المقدمه ما وش يطلب السلطات تساعدهم ويطلب الانصار توقف معاهم، والواجب ما يديروا فيه الاولاد اللاعبين ما يديروا في الواجب تاعهم. واش تقول كلمه الانصار تاع مولودية؟ والله غير الانصار تاع مولودية باتنا معروفين بحبهم للفريق ومعروفين بغزوهم في الملعب، وراح يكونوا بكثره ويشجعوا الى اخر دقيقه، يصبروا على الفريق هذا الديربي او صعيب ماهوش يتبان لهم سهل ولا، يصبروا على الفريق ويشجعوا، وبربي ان شاء الله كلاعب قديم في مولودية باتنا نتمنى الفريق يفوز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شو راح نقول لك، حنا لي ديربي هذو ديما تحمسوا من وجدوا لهم، والاخر فيها واحد ربح وواحد خسر، وحنا ديما نغلبوهم يعني ديما اسما كي نهزوا لي ديربي حنا اللي غلبناهم بزاف، لا اللي غلبناهم بزاف، وحنا ديما خير منهم، حنا رانا كلاسيين مليح ونلعبوا خير منهم، عندنا فريق مليح ونتمناو تكون روح رياضية يعني باش حنا رانا خاوة ولاد بلاد، رانا مدينة وحدة. واش تتوقع النتيجة؟ النتيجة تكون 2-0 المولودية باتنا إن شاء الله بإذن الله. واش تقول الأنصار تاع الفريق؟ قول لهم يعني تهدنوا لازمكم الروح الرياضية، هذا ماتش ويعقب حنا خاوة ما ديروا لا مشاكل لا والو، ألعب لا تكون تود الروح الرياضية والفايز بصحته وشي هو انا مولودية. نتمنى ان شاء الله زويجه كي العاده وكفى بالله شهيدا. يعني ما تشوف بلي اللاعبين تاعكم قادرين، خاصه اللاعبين مولودية من كلاسيا الثانيه في الترتيب، تشوف بلي كابابل تربح؟ قادرين نربحوهم كي العاده، هما فين هم يعرفوا التصويره، هم يعرفوا العقليه كي العاده، زويجه في الصندوقه ومروحين ما عليهم والو. واش يقول الانصار تاع المولودية؟ الانصار تاع المولودية يكونوا عاقلين ومتربيين ان شاء الله، ويشجعوا الفريق تاعهم بكل روح رياضية، وحنا رابحين متهني، هذه دابونس رانا رابحينهم كي العادة، هذه عادة. بعد ايام لقاء الديربي ما بين شبابتنا ومولودية باتنا، واش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تكون مقابلة رائعة بين فريقين عريقين في ولايه باتنا، وان شاء الله الجمهور يكون ما يكونوش مشاكل، وحنا رانا اخوه
ولايه وحده، وان شاء الله نحن نتمناو تكون ولايه باطنه في النصر الان. النتائج الاخيره تاع مولد باطنه راهي في تحسن، في تحسن مستمر، وان شاء الله ان شاء الله السنه المولوديه تكون في القسم الثاني، القسم الاول. واش تتوقع النتيجه؟ النتيجه ممكن تكون 1-0 حسب الضغوطات تاع الجمهور. لمن 1-0؟ انا مولد باطنة. واش تقول انصار الفريقين؟ فريقين في زوج. انصار الفريقين هي انصار معروفين، كل واحد عنده انصار مولوديه شعبيه باطنة، كاب تاعو عنده انصار، ان شاء الله بيكون غير خير، يكونوا اخوه.